صباح الخير عليكم، نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة في هذا النهار. يا ربي انتم وصلتهم في الحفظ والصون، هاهم كلهم وصلوا زوينين. كاع حيدت ليهم البلاستيكات ديالهم وحليتهم واحد شوية نوريدات الواو، ولكن معليش دابا يعاودوا يريبرينديو يشدوا راسهم مزيان. هانتوما وحدة ديك الطويلة ديك اللي بحال سميتو خليتها في الحمام، انا غادي نوريها لكم. هادو دوك داكشي ديال شاكمو، هذا مهم ما نقدر. هادي الزريعه ديال شي كلاميني، هادي الزريعه ديال هادو. عطالي جاكم خفي ديجا فايتين جايبينها وما صدقاتش في المغرب. هاد اللوايه اللي قلت لكم راه هي طويله، راه هي هادي كانت غملويه في وسط هذاك الفاز ديالك. كتبغيوها يا اما ديروا ليها هكا العصا وطلع فيها الفوق، ولا كتخليوها مدليه. دابا راه كلشي موسخ هادشي، وهكا مع البارح جيت معيانه مدقدقه غير حتى لشي هنايا صافي مشيت نعست. المهم هادو حليتهم ما خليتهمش يبقاو مرونين. صافي كيف ما تشوفوا معايا هكا صافي. وغنوجد دابا الفطور، غادي نفطر. غتجي عندي صاحبتي غتفطر معايا باش غادي تديني نمشي الروضه نزور خويا الله يرحمه، نشوف القبر هو الاول وعاده باش نقضي الاغراض ديالي. يلا خليكم معايا، صباحكم مبروك. جبت هادشي اللي عندي هنايا، جبت معايا شي حاجه كانت عندي هنا في الدار. هذه فرينه ديال الحمص ديال تشيتشي، شي كتصيفط معمول فارغ وكان كيجيب ليا. هذه فرينه ديال ساراتشين وما فيهمش الجلوتين، بجوج بهم. هي سميتها جلوتين هنا ساراتشين، وما عرفتش كيفاش نقول العربيه واش نقول لكم، ما عرفتش. عارفه ولكن ما عارفاش. يلا عرفته غير مؤخرا وما بقيتش عاقله عليه. المهم اللي كتبات ساراتشين وهكا غادي يخرج لي، راه داير بحال الا هو كبير شويه وعنده الرويس منقر. عندي هنا غاز الزريعه ديال القرعه. نتوما اللي ما عندهاش هادشي غيكون عندكم زر هادي الطحين ديال الحمص، غيكون عندكم الشعير. اللي ما عندهاش هذا دير في بلاصه هذا الشعير الا بغات. الا بغات دير السميده ممكن ديرها، يعني اللي بغات هي. وعندي هنايا الزريعه ديال القرعه وهادي، وهذا الشيء اللي كنت جايبه معايا من الطياره كناكل حتى هو غادي نقضي به. وخماره ديال الحلويات، شويه ديال الزعفران، وغادي نجبد زيت الزيتون وغنبدا على بركه الله. درت غا تيرموميكس، درت فيه غير الما كيغلي وغنجي لها الدقيق ديال الساراتشينا. هو غادي ندير نصبو هكا، غادي نعبر انايا بهذا الكاس هذا. شوفو معايا هكا، غادي نعمر الكاس. بسم الله، واحد هو ندير هنا شتو الدقيق كدا. ما تعجنوش بوحدو راه تيجي بحال السيما. كنتي دايره واحد الخبز قاصح قاصح بزاف. صافي غادي ندير معاها الدقيق عاوتاني ديال سميتو الحمص. العدس ديرو الحمص، لا ما عندكمش تحنوا هادشي راه يتقام عليكم ارخص الا بغيتو تطحنو، وكيجي صحي وزوين هادشي. اللي ما عندهاش دير الدقيق ديال سميتو الشعير اولا السميده اللي بغات هي. غنعمرو تا هو نفس الكميه كاس هكا، مانتوش كيبان ليكم ولا لا. غادي نضيفو عليه هنايا، وغادي نضيف عليه النشا بلاميدو ديال الذرة. اللي ما عندهاش طحن اللوز الكركاع، راه تجي تا باللوز والكركاع وداكشي كتجي زوينه لا طحنوهم، تا هما ممكن طحنوهم. غادي ندير منهم غا نص كاس مايزينا. شوف الخبزه هي هنايا هكا، وغنوصف الدنيا معليش صافي. وغنجيب الزيت ديال الزيتون، ندير ملحه هي الاولى باش ما ننساهاش. انا هنا خرجت ليا كامله، غندير غير شويه على القياس ديالي هكا هنايا. وغادي ندير معاها واحد شويه ديال الزعفران هكا، نحاول ندقو نديرها هنايا. عندي هنا خمارة ديال الحلويات، هي ليا مستعملة معايا كلية، هي راه فيها 18-17 غرام ديال الفلفل. نجيب معايا بقة صغيرة نديرها هكا، نعمرها بعلقة صغيرة
نجيب زيت الزيتون وبعدين نبدا نعبر بالمعلقه. بسم الله. غادي ندير واحد 5 ديال المعالق هكذا، جوج ثلاثة أربعة خمسة. غندير شوية العسل ويديرو السكر ديرو اللي بغيتو نتوما، متكتروش باش متحرقش ليكم، باش يهرس هداك الملح مع الحلو. صافي، وغادي نحاول دابا نخلط كلشي هادشي بإيديا. درت هنا غير واحد شويه ديال الماء، غنخلط كلشي هادشي، ندخل فيه هاد نديرها تعيدها معليش، ندخل هاد الزيت وهاد العسل كلشي مع هاد المكونات مع بعضهم، نحاول ندخلهم مزيان. صافي، هنا من بعد ما دخلت فيها الزيت كيف ما كتشوفوا معايا هكا، وغادي نبدا دابا نخوي الماء. بسم الله، تنخوي غير بشويه وكنجمع غير شويه الماء، لان ما كتهرش الماء بزاف، راه شويه. انتما عمرت الكاس في الاول شفتوا، تقريبا غتهز ليا غير النص ديال. نزيدها واحد نقيطه، واخا جمعات غنزيدها واحد شويه مع هاد الدقيقات ناشفين. صافي، راك عليها دابا من الماء، هانتوما شفتوا الكاس شحال درت، هادشي اللي بقى فيه اللي بغات تعرف لابر. صافي، هنا من بعد ما جمعتها ها هي، وتنجيب هنا عندي الزريعه ديال نورت الشمس ها هي، ومن واحد جات شي معلقه صغيره هكا الزريعه ديال القرعه ها هي هكا، وعندي هنايا هاد لي باكي دي بورجي مع الزبيب، هما غسلتهم هنا، غنمشي نصفيهم ونرجع معاكم. صافي، من بعد ما صفيتهم تنضيفهم حتى هما هنايا. صافي، دابا نحاول نخلط كلشي ندخلو فيها، وغنجيب المقيله ديالي ونحاول نرتبها. صافي، هنا شفت المقيله ها هي، غادي ندهنها بشويه ديال الزيت شويه، غادي نهز دابا هاد الخليط. بغيتو ديروهم صغيورين حريشات ممكن ديرهم، انا ندير دقه وحده وصافي، غير وحده هكا كبيره احسن. صافي، انت اليد الاخرى تاع هي بالزيت هكا، غادي نشكلها هكا، غادي نقرصها، نحاول نرتبها دابا. تجي جيت صحيه ورائعه، هادي تجي زوينه بزاف، ماشي شويه. بالنسبه للكوزينه باقي ما كملش ليا الكوزينه، باقي ليا شي داكشي الفينيسيون ديال داكشي الصغيور هو اللي باقي ليا. المهم غادي نجي عندي من الكوزينه في هذه السيمانه، غادي نكمل وغادي نبارطاجيها معكم ان شاء الله. من اتساع راه تتبان، صورت لكم من بعيد وزيت التليفون غتبان لكم زوينه كلشي مسالي، ولكن هي راه باقي فينيسيون ديال شي حوايج، انا غنحل معكم بلاكارات ونوريكم ونشرح لكم كلشي، دونك ما يمكنش هادشي علاش ما صورتهاش لكم، ولكن راه غادي نصورها لكم. كونوا هاني هاهي شفتو. صافي، هنا شعلت عليها البوطه، غادي نزيد نقص هذا مزيان وغادي نوضعها هنا. درتها في داك الصغيور بهذا الشكل هذا، هانتوما كتشوفوا معايا كتجي رائعه، ولكن انايا كتعجبني ملي كندير لها هكا، كتعجبني اكثر. تنجيب واحد الفرشيطه وتنبقى ندير لها هكا، هذا تنضرب حتى لتحت، تنوصل حتى لتحت هاد التقابي هكا، ما تخافوش. صافي، غنستمر حتى نكملها على هاد الاتجاه هذا هكا. صافي، ها نتوما كيما شفتوا ملي كندير ليها هكا، وتنزيد عاوتاني دابا وندير ليها من الجهه الاخرى بهذا الشكل هذا، نفس هكا نفس الشكل. المهم كتجيني، كيعجبني داك الزواق ديالها، تجي بحال الشكل ديال الكروستاتا شفتوا. غنستمر هكا حتى ندير ليها هكا ونحضيها حتى تتشد ليا راسها من ديك الجهه ونقلبها على الجهه الاخرى. صافي، كملتها دابا، نخليها تكمل الطياب ديالها، وانا دابا غادي ندوز نعمر اتاي. درت غير الماء تيغلي في ثيرموميكس، ها هو كما تشوفوا معايا راه غلى، طفيت عليه، غنعمر واحد البريد غير بالزعفران، ما عندي لا نعناع لا تخليط الله حتى شي حاجه، ادي غير الزعفران، غنعمر واحد البريريت. قلبتها في هذا البلاطو هذا كيف ما تشوفوا معايا هكا،
صافي دابا وغادي نعاود نهبطها هنايا صافي. وكان ما عنديش هذيك نقول لجاكم يشري عليا هذيك اللعيبه اللي كان نبرك بها هذيك الغطايه اللي عندي ديال العود ما كايناش عندي ولكن غنستعمل هذا البلاطو هذا تتحاولوا تبركوا عليها هكا بشي طبصيل ولا شي حاجه باش تطيب لكم من تحت متقاده. صافي نحيدو دابا نخليه هنا تنغسلو وجدت الزوينيه اسي سوا ها هو يلا حطيتو تيتشحر حريشه خرجتها ها هي كيف ما تشوفوا معايا راه كتجي مشاهيتكم الرائعه الزوينه بزاف. المهم هي هادي عمرت البريري ديال اتاي الزعفر ما شاء الله كيجي زوين. وجبت هادو حتى هما من الباليزه هاد لي بلونت هادو هادو اللي عندهم اللصاقه غنوري لكم فين قال لي جاك ملصقيهم مع عندي هنايا سميتها ضبطات لي هنا في الترسبور في الجيت هي حطيها هكا ضبطات من هاد الجهه ومن الجهه الاخرى جوج بيان هاي الضبطه الاخرى عاوتاني غنحطها حتى هي هنايا نحاول نقادها هكا. المهم ها هو ما درتهم لي في الثلاجه كما قال لي هو صافي هانتو حطيت غير شويه ديال العسل ضروري مع هذيك الحريشه صافي. وداك الكويزيليت عرفتو كي تجي راه كتجي رائعه ماشي هيتكم راه تهرسات ليا من واحد شويه هانتوما شوفوا معايا تتجي بنينه بنينه بزاف ماشي شويه وطيبه مزيان. شوفوا كيفاش الشيشه تجي رائعه نتمنى انكم تجربوها. غادي غنفطر وغنمشي للروضه بلا ما نوري لكم هذاك المنظر. وصباحكم مبروك الله يرحم جميع الموتى ديالنا يلا نهاركم مبروك.